البدء بالأصدقاء الصغار في الجمع. هذا هو التقييم الخاص بقاعدة الأصدقاء الصغار في الجمع. نضع تاريخ الجلسة، قاعدة الأصدقاء الصغار في الجمع، الجمع في الآحاد، الطرح في الآحاد، الأصابع في الجمع، الأصابع في الطرح والإعطاء. اجعل الطفل يقع في مشكلة. فور دع الطفل يحاول الوصول إلى الحل، وعندما يعجز الطفل عن ذلك قم أنت أولا في حل المشكلة ثم اجعله يقلدك. امسك يد الطفل وقم بحل التمرين. اكتب القاعدة plus 4 equal plus 5 minus 1. ضع 4 أقلام أمامه واسأله كم نحتاج لتصبح 5. اجعله ينفذ العملية الحسابية. وضع يدك أمامه واسأله لدينا 4 أصابع كم نحتاج ليصبحوا 5، وأشر إلى الأصبع الغير مفروض. كرر الخطوات السابقة على كل قاعدة. ابدأ مرحلة تثبيت القواعد. اكتب جزء من القاعدة واجعله مكمل القاعدة، ويفضل أن نبدأ بالمكمل. أيضا اكتب جزء من القاعدة واجعله يكمل القاعدة. أخبره متى نستخدم هذه القاعدة؟ سوف يضع لك الرقم الصحيح. قم بإجراء العمليات الحسابية لكل قاعدة على حدة، ثم اجمع قاعدة ثانية، ثم ثالثة، ثم ابدأ التدريب دائما بمسك يد الطفل ومساعدته في العملية، ثم دعه يقوم بتقليده، ثم اجعله هو من يقوم بإجراء العمليات دون مساعدة. نقوم بتطبيق هذه القواعد في البداية على منزلة الآحاد مع المعداد، ثم على منزلة الآحاد أصابع، ننتقل إلى منزلة العشرات معداد والعشرات أصابع. plus 2 equal plus. شو مكملتو يا زان؟ شو مكملتو؟ شو مكملتو يا زان؟ شو مكملتو؟ برافو. شو هذا الرقم؟ برافو عليك يا زان. plus 1 equal شو هي يا زان؟ plus. يا زان شو مكمل ال 1؟ it's 1 plus minus. برافو يا زان. plus 4 شو بدك تحط هون؟ شو مكمل الفور يا زن؟ مكمل الفور؟ مكمل الفور شو يا زن؟ برافو. 3 plus 3 يا زن؟ شو مكمل 3 يا زن؟ 2 مكملة؟ برافو. 4 مكملة؟ أحسنت. 3 مكملة؟ 2 1 مكملة؟ شو ترتيب لك يا زن؟ برافو. في المرحلة التي تلي قاعدة الأصدقاء الصغار في الجمع، لا نعطي لطفل ذوي الاحتياجات الخاصة قاعدة الأصدقاء الصغار في الطرح، وإنما نفصل بين هذه القاعدة وهذه القاعدة بالمئات في الجمع والطرح. هذا هو التقييم السادس. نضع تاريخ الجلسة، تمثيل الأعداد منزلة المئات، رسم المعداد، أصبح لدينا 3 منازل، الجمع في المئات، الطرح في المئات، ونعود إلى ترتيب البطاقات والإعطاء. هنا نقوم برسم
3 منازل، المنزل الأولى آحاد، المنزل الثانية عشرات، المنزل الثالثة مئات. فيها منزلة المئات نبدأ بمرحلة تمثيل المئات على المعداد، ننتقل إلى مرحلة الجمع مئات، ننتقل إلى مرحلة الطرح مئات، ننتقل إلى مرحلة قاعدة الأصدقاء الصغار في الجمع، ثم ننتقل إلى قاعدة الأصدقاء الصغار في الطرح مع تطبيق جميع الخطوات السابقة. 67 moment 500 32 minus 100 minus 56 132 112